وصلنا تو خبر، حيث عقد رئيس الوزراء باهيمي باداكي البير بمدينة بالا عقد عدة اجتماعات موسعة مع كل من المسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين وممثلي على مختلف الأحزاب السياسية بالمنطقة. التفاصيل لدى فاطمة الزهراء أبو المعالي. في إطار جولته التي قام بها رئيس الوزراء باهيمي باداكي البير إلى جنوب البلاد، فقد عقد عدة لقاءات مطولة مع المسؤولين الإداريين العسكريين الشيوخ التقليديين والسياسيين في مدينة بالا حاضرة إقليم مايوكيبي غرب، حاملا معه نفس الرسالة التي قدمها لمسؤولي مدينة موندو. وخلال هذه المقابلة قدم حاكم الإقليم دينغاماجي ماجور سولكس كلمة ترحيبية شكر فيها الوفد على رأسه رئيس الوزراء، وانتهز هذه الفرصة وقدم باسمه وباسم أهالي المنطقة عدة مطالب. وفي المجال الأمني طالب الحكومة بتزويد المعدات اللازمة والضرورية لتأمين المنطقة، كما طلب أيضا بتوفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب في كافة هذه المنطقة تفاديا لبعض الأمراض المؤدية التي يعاني منها السكان. من جهته رئيس الوزراء حث السياسيين الإداريين العسكريين والشيوخ التقليديين، حثهم بالجدية والإخلاص في العمل رغم هذه الأزمة الاقتصادية، وأكد معاليه بأن كل هذه المطالب التي قدمت ستؤخذ بعين الاعتبار. وفي ذات السياق طلب معاليه من الشيوخ التقليديين السياسيين الإداريين والعسكريين بضرورة مضاعفة الجهود من أجل مصلحة الوطن والمواطنين. أما للشيوخ التقليديين فقد دعاهم إلى حل جميع المشاكل التي تقع بين المزارعين والرعاة خاصة أثناء فترة الخريف. وأخيرا عبر رئيس الوزراء عن تمنياته، بل تمنيات رئيس الجمهورية، بأن يحفظ الله البلاد ويمنها بالأمن والاستقرار.